شدد الرئيس السيسي على الاستمرار في تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي القائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص. كما تعهد الرئيس السيسي بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي والتي بدأت منذ دعوته لإطلاق الحوار الوطني في إبريل عام 2022. الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022، والتي دعمت مخرجاتها الأولى. واسمحوا لي أن أنا أخرج هنا يعني مدة دقيقة، إحنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء إداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولاً أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين إن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر. تستمر في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة سطر.